اليوم رح نعمل هيك زينة لكاسات الشاي، كتير كتير بسيطة وحلوة، اللي هي بس رح نحط خرز على كاسات الشاي. بس رح نجيب السلك، سلك رح يكون 0.6. هدول الأسلاك بنستعملهم بالإكسسوارات عادة، يا بنعمل منهم خواتم، نعمل منهم أساور. 0.6 إذا بدنا نجيب زيه، هو ذهبي لونه، طبعا في فضي منه، في الوان، حتى في احمر، في فوشي، حسب احنا الفناجين اللي عندنا والكاسات نعمل منجيب الاسلاك. اوكي 0.6 رح نجيب، ورح نجيب الخرز، طبعا رح نجيب البايت. البايت هذا عم بيكون على شكل نجمه وهلال، هدول موجودين هلا بالسوق على شكل نجمه وهلال، بيكونوا مخزوقين بلاستيك اسمه بايت عاده، في خزقه هيك قدام نقدر نحط فيه الرينج ونحطه بالأسلاك. هلأ رح نشوف كيف. طبعاً نأخذ حجم الكاسة اللي عندي، باخذ قدي حجمها وبكبر شوي السلك، يعني بدي أشوف قدي حجم الكاسة وبكبر السلك، بعدين بقطعه. وهلأ رح أبلش أعبي الخرز عندي والبايت. هلأ أنا هون معبية، رح أعبي كمان خرزتين زرق. أوكي، ورح أعبي الهلال والنجمة. هلأ رح أحط الهلال، طبعاً الهلال والنجمة زي ما قلت لكم في زي فتحة منحط الرينج فيها ومندخله، هي بس مجرد تعباية الأسلاك بالخرز، شغلات بسيطة لكنها في نفس الوقت حلوة وفيها ابتكار على فكرة. وفيها هيك، يعني احنا بحب انا لما يجوا ضيوف شوي يكون احنا عم نقدم باشياء غريبة واشياء جديدة. حلو الموضوع انه كل يوم يكون في نشاط جديدة في البيت، صح، وخاصة افكار التقديم. مزبوط. فاليوم رح شوي هيك نتفنن بكاسات الشاي. طبعاً اللي ما بده يجيب هدول الأسلاك نقدر نجيب الروبر اللي هو المطاط، ونحط برضو بنفس الطريقة نعبي الخرز، والروبر لأنه مطاط زي الأساور نقدر برضو نفتحه ونحطه بالكاسة، يعني مش شرط اللي ما عنده هاي الأسلاك يجيب الأسلاك، الروبر بزبط. رح أعبي كمان، وأنا بجيب طبعاً أشكال مختلفة من الخرز، إشي مطاول وإشي مدور. بالآخر لما نعبي كل الخرز بنعمل بس عكفة أو دويرة وإلها تسكيرة عشان نقدر نسكرهم على الكاسة. برضو كمان الزينة مستوحاة من رمضان، من رمضان، النجوم والهلال، وبحس هذا اللون النيلي كمان كتير أكابر. رمضاني كمان. بالضبط. فهلأ أوكي، شايفك صارت زي إسوارة، بس التسكيرة تبعتها هي دائرة، ورح أعمل زي العلاقة، نشبكهم هيك ببعض ومنحطهم على الكاسة. هيني أنا عم بعبي، طبعاً الخرز منجيبه حسب ألوان الكاسات، إذا شفاف عنا الكاسات نقدر إحنا نجيب الخرز بالألوان اللي بدنا إياها. هاي كمان تنتين. ورح أحط تقريباً كمان، تقريباً صارت زي إسوارة. زي إسوارة بالضبط. هلأ أنا عاملة من هون زي دائرة، بس بدي أعمل زي من هون تعليقة عشان ألفها على كاسة الشاي بالقطاعة طبعاً. بعمل بس زي علقة، زي عكفة عشان بس أدخلهم جوا الكاسة اللي عندي. أفكار
افكار حلوه ومتميزه فيه. يعني شوف قد ايه تغير شكل الكاسه هيها. وهيك لما يجوا الضيوف رح ينبسطوا على حتى أكيد. رح يتفاجئوا بالزينه الحلوه بالضبط. يعطيك العافيه زميلتنا. ثانك يو، شكرا.